فيما يخص هذا مثل ما تفضل أخي إسماعيل، نحن على نطاق التوسعة استشهدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أنه توسع على أهل دارك، فحتى أغلب العائلات الجزائرية في يوم عاشوراء غير أنه صائمين مثلا تلقاهم مثلا يديروا الطعام يديروا يوسعوا على أهل بيتهم، بالك يكون في هدايا كذا، تجتمع العائلة الكبيرة يتسامرون يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. القصد من عاشوراء أنه احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن أولى بنبينا موسى من اليهود فصامه، فنحن تقديرا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا هذه العادة وهذه الحفلات نديرها وكذا، والموالد كائن عندنا موالد في هذه الأيام لكن مخصصة على مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاة الله. طيب احكي لي وش تعملوا في هذه المناسبات؟ مثلا في هذه المناسبات العائلة كاملة صائمة مثلا. أنت من الشام؟ من ريف الشام. نحن أغلب العائلات تكون صائمة مثلا، تجتمع العائلة مثلا عند الأب الكبير عند رئيس العائلة مثلا، فطور المغرب، التوسعة، يقرؤون مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي على الأقل 100 مرة، يتسامرون، يمدح النبي طلع البدر علينا، يمم نحو المدينة، أي شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك.